بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في القناه دي. الواحد نفسه يتكلم على برشلونه باسلوب جيد، نفس الواحد دايما يلاقي اخبار ايجابيه عن برشلونه عشان يتكلم فيها، علشان فعلا والله انا زهقت من الكلام على برشلونه باخبار سلبيه، وزهقت على الكلام على رحيل ميسي، وزهقت على الكلام على مشاكل ميسي وانطوان جريزمان، ووكيل انطوان جريزمان يطلع يتكلم ويقول له يا جماعه وجود ليونيل ميسي عامل ازمه جوه فريق برشلونه، وانطوان جريزمان معمول عليه حرب من اول ما دخل النادي عشان خاطر ميسي مش متقبل فكره وجوده، ويطلع كمان عم انطوان جريزمان يقول ان ميسي وجوده في الفريق عمل ضغط على انطوان جريزمان، وانا كنت عارف ان هو اول 6 شهور هيكون مستواه سيء، بس ما كنتش متخيل ان هو هيوصل معاه لحد سنه في برشلونه. ميسي بيشكل ارهاب على اللعيبه، علشان كده دايما اللعيبه الجديده بتمشي بسبب ميسي. فميسي اول ما وصل اسبانيا بيسالوه بيقولوا له ايه رايك في التصريحات اللي عم جريزمان قالها وكيل انطوان جريزمان السابق قالها، قال لهم ببساطه انا زهقت من ان انا كل حاجه اكون انا سبب المشاكل هنا في برشلونه، اي حاجه بتحصل بكون انا سبب المشاكل. يجي مثلا رونالدو كومان وهو بيعمل مؤتمر صحفي لو مباراه اتلتيكو مدريد بكره يتقال له ايه المشكله بين انطوان جريزمان وليونيل ميسي، اللي هو يا جماعه في ايه؟ كل ما ندخل على مباراه مهمه نلاقي فيه مشكله؟ لا ملناش دعوه. هو يطلع كالعاده يقول لك انا متخيلش ان ميسي ممكن يبطل في حته غير برشلونه، انا بتمنى ان ميسي يكمل معايا واحنا محتاجينه، وعمري ما شفته هو وجريزمان كارفين على بعض، هما الاثنين صحاب والدنيا بالنسبه لنا زي الفل. بس احنا كجمهور قلنا من البدايه، انا في القناه بتاعتي قلت من البدايه، قلت يا جماعه انا اكتر واحد في الكوكب ده ممكن اكون بحب ميسي، بس انا اكتر واحد شايف ان ميسي خلاص لازم يمشي ولازم ياخد فرصته في مكان تاني، علشان خاطر ميسي مش هيتحمل معانا فكره ان احنا نبدا من اول وجديد، وان احنا نحط قاعده بدايتها شباب، وان احنا نلعب السنه دي وما ندورش على بطولات، فلازم مشي ميسي كان يمشي على الاقل. ميسي لو مشي من بدايه الموسم كان زماننا دلوقتي لقينا انطوان جريزمان في الزباله، ما كانش زمان دلوقتي بنقول ان انطوان جريزمان وجود ميسي عامل له مشكله جوه الفريق، اصل هو بيلعب مكان ميسي ناحيه اليمين، اصل هو بيلعب مهاجم تاني مكان ميسي، اصل هو مش عارف بيعمل ايه مكان ميسي، اصل السسوار اللي جريزمان بيستخدمه في شعره ميسي ما كانش ليه نفسه وهو بيدور. هو يا جماعه من اول التعاقد مع انطوان جريزمان في شهر 7 السنه اللي فاتت قلنا يا جماعه يا ريت الصفقه ما تمت، وكنا حطينا على الفلوس دي 50 مليون تاني وجبنا نيمار، ندمنا على الصفقه من تاني اسبوع. سبحان الله دلوقتي بقى بيقولوا ان صفقه انطوان جريزمان برشلونه خد فيها مقلب، اللي هو يا بابا انا عارف ان هي مقلب من اول ما دخلت، يعني ايه الجديد اساسا؟ جريزمان ملوش مكان في ملعب برشلونه من البدايه، 4-3-3 انطوان جريزمان ملوش اي مكان فيها، لا الراجل بيلعب جناح ولا الراجل بيلعب مهاجم صريح، الراجل بيلعب في ال 4-4-2 مهاجم تاني، والدنيا بتكون بالنسبه له زي الفل مع مهاجم قوي بدنيا زي ديجو كوستا او زي موراتا في اتلتيكو مدريد، انما برشلونه مش هيعرف يلعب جناح صريح، مش هيعرف يلعب مهاجم صريح، فقلنا البدايه دي صفقه فاشله. لا دلوقتي بقى بيقول لك اصل جريزمان نفسيا مش مرتاح، اللي هو يابا ارحمونا، حتى قوته هناك في منتخب فرنسا بتلعب بان هو بيلعب مع واحد زي جيرو، جيرو راجل قوي بدنيا وراجل تقدر تقول كده ان هو بيقبل ان هو يكون صانع العاب اكتر ما مهاجم، وهو بيحب جدا الحاجات دي، ومعاه مبابي ومعاه لعيبه كويسه جدا في المنتخب الفرنسي بيسمحوا له احيانا بالتالق، انما برشلونه مش كاريزمان اللي يشيل الفريق، وقلنا الكلام ده من البدايه. دلوقتي جاي تقول الكلام ده، دلوقتي جاي اقول الكلام ده عشان مع الاسف الشديد كل مباراه بيلعبها انطوان جريزمان بيثبت ان هو عالي على الفريق وان هو لعيب ملوش اي 60 طلب جوه الملعب. بس هتقول لي لا لا انت بتحب ميسي؟ طبعا بحب ميسي، مين فينا ما بيحبش ميسي في جمهور برشلونه؟ مين فينا ما يتمناش ان ميسي يكمل لحد النهايه؟ بس احنا برضو خلينا واقعيين، الفرقه تقيل عليها وجود ميسي دلوقتي، وفي كلام كتير قوي، وميسي مش طايق القعده في برشلونه من السنه اللي فاتت، ومش طايق بارتيمو، وخلاص شايف فعلا ان حته ان انا اكمل مع فريق سنه او سنتين مش هنوصل لاي حته بعيد، لا هناخد دوري ابطال، الدوري هيكون اخرنا لو تفوقنا على ريال مدريد الواقع زينا، كاس الملك برده مش هيكون مغري شويه بالنسبه لميسي، ميسي اهم حاجه بالنسبه له ياخد دوري ابطال اوروبا، هو عايز ياخد دوري ابطال، ودوري ابطال مع الفريق الحالي موضوع صعب. ورجع كلام مع مانشستر سيتي تاني مع تمديد عقد بيب جوارديولا، بيب لما جدد بدا كلام كتير جدا عن الفرقه ممكن تقوم ميسي في يناير، وان الفرقه ممكن فعلا تقدم لبرشلونه عرض في يناير، بس بعد كده قال لك لا ما هو الاداره اللي ماسكه برشلونه هتكون مؤقته، والاداره دي مش تسمح للعيبه ان هم يرحلوا حتى لو جه فيهم مبالغ من بره، فمع ذلك ميسي هيكمل معانا لحد اخر السنه. طب ميسي بالاداء الحالي ليه جوه برشلونه بالمزاجيه الحاليه ليه بالحاله المزاجيه اسف الحاليه اللي هو عليها بالنسبه لميسي، ما اعتقدش ان هو يكون مفيد للفريق، ما اعتقدش مثلا ميسي بكره ممكن يصنع الفرق في مباراه اتلتيكو مدريد، بتمنى ان هو يعمل حاجه بس انا بقول لك ما اعتقدش. مفيش حد زهقان من القعده في فريق ممكن يدي الفريق ده حاجه، ميسي زهقان فعلا من القعده جوه برشلونه،
اتمنى ان احنا نسيبه يعمل اللي هو عايزه في نهايه السنه علشان خاطر نخلص من عبء تواجد ميسي وعبء التحكم في الغرف الملابس زي ما بيتقال اعلاميا. وكمان نتمنى ان هو مع اخر السنه نلاقي بيكي مشي وبوسكيتس مشي وسيرجيو روبرتو كمان نشوف له راميه وكمان جوردي ألبا معاهم. نتمنى كل المشاكل اللي احنا فيها دي نخلص منها السنه الجايه. نتمنى كمان ان احنا كل اللعيبه اللي مفترض ان هي عامله عائق اعلاميا قدام الفريق لتجدير الدماء نتمنى ان احنا ما نلاقيهاش. انا مش هحب ان انا اشوف ميسي بره برشلونه, بس مع الاسف هو ده الواقع, هو ده الحقيقه المصدومه لينا كجمهور برشلونه ان ميسي مش مكمل معانا اكتر لنهايه الموسم الجاي. عارف ان الكلام ممكن ما يعجبكش, بس هو ده مع الاسف الشديد هو ده الحاله اللي موجود فيها برشلونه. مشاكل 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 مشاكل, المدير الفني بيطلع ان هو يتكلم على مشاكل. انا بنتقد احيانا رونالدو كومان جوه الملعب, بس ما بقدرش ان انا اتكلم على فكره رحيل رونالدو كومان, لان كومان بصراحه مع كل المشاكل اللي بيشتغل فيها دي موضوع صعب جدا بالنسبه له.